المدى تاها رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجد لها حلا واكشف خباياها تحظى بجائزة ها قد رصدناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان. قناة فر شباب ترحب بكم وبالتحديد في برنامج البوصلة، برنامج مسابقات اللي يتواصل معاكم يوميا على قناة فور شباب 1 وفور شباب 2. برنامج مسابقات بسيط جدا، أسهلة جدا سهلة، جمجمة، كنز، سلم وثعبان، كل هذه المعطيات موجودة بداخل البوصلة. ما على مشاهديننا والمتصلين فينا إلا اختيار جهة ويشوفون وش يطلع لهم وش حظهم. نذكر أيضا بأنه الجمجمة اللي تشوفونها في الاستوديو موجودة معانا هنا ضيفة اليوم، وكل يوم هي ضيفة ثقيلة صراحة علينا هالجمجمة. هذه هي الجمجمة اللي تطلع له حظه جدا مو حلو نقدر نقول، ويطلع ده على طول من المسابقة. أما الكنز الضيف اللي في الجهة الثانية، الضيف الخفيف اللي سعيد الحظ اللي يطلع له هالضيف هذا، الكنز هو التأهل للسحب على السيارة اللي معانا، سيارة هوندا 2011، والحصول على مبلغ مالي 300 ريال بدون أي سؤال وأي مسابقة. أما السلم والثعبان هي عبارة عن سؤالين سهلين، لو جاوبت واحد تضمن السحب، لو جاوبت اثنين تضمن المبلغ المالي كامل والسحب. اللوحة المخفية هي صورة وقدامها مربعات، تخف المربعات وتتعرف على الصورة اللي خلف هالمربعات وتاخذ المبلغ المالي كامل على حسب الوقت وحسب سرعتك في التعرف على الصورة. عندنا ايضا الشفرة، الشفرة طبعا صعبة، الشفرة من بعيد عن الجمجمة صراحة، لكن لو فلت منها المتسابق ممكن يحصل على مبلغ مالي كبير، ولكنها مسابقة تحتاج تركيز، صور منشدين ورموز تحتهم تربط الرمز بالصورة، تتحاول تتعرف على خمس منشدين، ثلاثة على الأقل أو الخمسة كاملين عشان تحصل المبلغ. معنا اتصال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول اتصال، ألو أنس، أنس انقطع الخط مع أنس. خلونا قبل أن نأخذ اتصال نذكر بأرقام، نذكر بأرقام، أرقامنا طبعا من داخل السعودية 7301081، ومن جميع أنحاء العالم 0822169 0896. هذه أرقامنا للاتصال المباشر على برنامج البوصلة وفرصة الدخول للسحب. نأخذ اتصال، نذكر بأرقام الاسمس بس قبل الاتصال. أرقام الاسمس طبعا طريقة الاسمس هي إرسال رسالة فيها كلمة سيارة أو كار أو بوصلة طوال 24 ساعة طول اليوم، بإمكانك إرسال هالرسالة هذه وتدخل فرصة السحب على السيارة. أرقامنا نذكر فيها طبعا طالعة في الشريط تحت في أسفل الشاشة على حسب الدولة، لكن نذكر بأرقام السعودية للإستي سي 84227، لزين 703620، موبايلي 606258. رسالة في أي وقت ممكن تدخلك، تعطيك فرصة للفوز بالسيارة اللي معنا آخر البرنامج. طبعا طريقة السحب هذه راح إن شاء الله راح تكون واضحة لكم في آخر حلقة معنا إن شاء الله في مسابقة البوصلة، راح نعرف بإذن الله على الهواء مباشرة من هو صاحب الحظ السعيد صراحة معنا وهو فاز بالسيارة. خلنا ناخذ اتصال ونقول ألو يا سمير. حياك الله يا سمير. ايوه حيا الله اول متصل. حياك سمير، اسمعنا من الجوال او الهاتف او التلفون. طيب طيب يعطيك العافيه، نشوف البوصله يا سمير. ايوه يلا بسم الله، شوف الشاشه عندك وهذه البوصله قدامك وبسم الله اول اختيار في اول الحلقه. الله سم، بسم الله اختار. منو؟
ايوه الو حبيبي معاك، اختار جهه. جنوب. جنوب جنوب، روح للجنوب، الله يكفينا شرك يا الجمجمه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا لا مستحيل ياس، ما لومك والله، والله ما لومك ما لومك. جمجمة على أول حرق، يا الله صباح خير، تونا بادين وقلنا بسم الله وجمجمة. حاول يا سمير، حاول مرة ثانية، حظ جدا سيء معك، لكن ما يخالف، يعطيك العافية يا سمير، أنت فتحت المجال للمتصلين اللي بعدك، إن قلت لهم ما في جمجمة. الحين بقى الكنز وبقت الاختيارات الثانية، والجمجمة أنت شلتها بنفسك يا سمير، حظ أوفر، إن شاء الله تكون لك فرصة ثانية، في غيرك خسروا، حاول مرة ثانية وابتسم لهم الحظ وجابوا كنز، مو بس جمجمة، كنز يعني عكس الجمجمة. فإن شاء الله بإذن الله يكون حظك سعيد أكثر إن شاء الله من هذه المرة. خلنا نأخذ بعض المعلومات قبل أن نأخذ اتصال. يقال أن قلب سمكة الروبيان يوجد في رأسها، هذه معلومة غريبة أيضا، ويقول لك الرقم القياسي للدجاج في دجاجة حاولها تطير، قررت يوم أنها تطير، يعني الطيور مو بحسن مني، بحاول أطير. فالرقم القياسي اللي حققت الدجاجة في الاستمرار في الطيران هو 13 ثانية بعدين على طول في الأرض، فكويس. يقول لك حجم قلب الحوت الأزرق البالغ اللي فوق 18، ما أدري عاد كم بلوغه بس أكيد أنه بالغ، يساوي حجم سيارة، القلب نفس حجم السيارة، أما لسانه فيبلغ طوله نحو 5 أمتار. حتى في معلومة للتعامل مع الثعابين، يقولك يستطيع رأس الثعبان أن يلدغ حتى بعد مرور نصف ساعة على بتره. والله هذه معلومة جدا غريبة فعلا. يقولك تستطيع الذبابة المنزلية هذه في البيت النشبة أن تنقل الجراثيم لمسافة تصل إلى 25 كيلو متر من مصدرها الأصلي. ساتر. يقولك في عام 1705، هذه معلومة حلوة والله، معلومة مسكينة، في عام 1705 وصل قرد زين على متن زورق صغير إلى شاطئ ويست هارتبول في إنجلترا، فقضت محكمة عسكرية بإعدامه شنقا بتهمة التجسس لحساب فرنسا. يعني مسكين رايح يتمشى القرد فجأة وصل وحكموا عليه بالإعدام. ناخذ اتصال ونقول ألو من غزة. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام من غزة تكلمينا؟ تمام من غزة. الاسم بس مو واضح. تمام ها؟ تمام كذا؟ تمام. يلا يا تمام، حي الله أهل غزة وأهل فلسطين كلهم، يشرفنا صراحة مشاركتكم يا تمام. بسم الله ونبيك فايز إن شاء الله يا تمام. نقول بسم الله؟ إن شاء الله. تمام يا تمام، هذه البوصلة قدامك يا تمام، واختار جهة. الحمد لله ما في جمجمة. الحمد لله. يلا يا تمام بسم الله واختار، إن شاء الله كنز بإذن الله. بيطلع حظك تمام يا رب يا رب. شمال غربي. أي جهة يا تمام؟ شمال غربي. شمال غربي، ترى الصوت مو واضح تمام، لو قدرت ترفعين صوتك شوي بس. شمال غربي. شمال غربي، وهذا الشمال الغربي قدامك في الشاشة. السلم والثعبان يا تمام. معاي أول سؤال؟ أيوة. يلا يا تمام، تمام خليكي شوية معانا متحركة. يقول السؤال. ماشي. أيوة. كم شهرا يبقى حيوان الكنغر الصغير في جيب أمه؟ الخيارات يا تمام. أيوة. 6 أشهر، 7 أشهر. أيوة. 9 أشهر. أيوة. انتبهي تمام. أيوة. هو أكثر من 5 شهور 30 يوم. 6 أشهر. ثبتين؟ 6 أشهر. ثبت ستة وشوفوا حظ تمام معنا إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله، لا إن شاء الله إن شاء الله تفوز. إن شاء الله تفوز يا رب.
يا سلام يا تمام إلى الأعلى. برافو يا تمام، برافو ما شاء الله عليك. أخذتي الحين نص المبلغ. تمام، نبغى نتمم المبلغ معك. طيب إن شاء الله. السؤال الثاني يا تمام. ما هي أكبر جزر البحر المتوسط؟ هل هي قبرص أم كورسيكا أم صقلية؟ الثالث صقلية صح؟ اي بس الثالث. الوقت يا تمام. ايش مساعدة؟ يعني ترى يعني تعرفين صقلية هي كبيرة وقبرص كبيرة. بسرعة يا تمام بسرعة. قبرص. شوف اللوحة لأن الوقت في الوقت جدا مهم يا تمام. الوقت جدا مهم. الوقت للأسف الجواب الثاني غلط، لكنك فزتي معانا يا تمام بمئة ريال، وفزتي أيضا بالتأهل للسحب على السيارة هوندا في نهاية البرنامج. ألف مبروك يا تمام، على الأقل تأهلك وفوزك 100 ريال. ناخذ اتصال ونقول ألو يا فواز. هل مرحبا. هلا مرحبا كيف؟ يلا حيا. الله حيا نبات. وين تكلمنا يا فواز؟ أكلمك من بريدة. ونعم والله بريدة وأهل بريدة. الله ينعم بحالك. جاهز بسم الله نشوف حظك. توكل. هذه البوصلة قدامك يا طويل العمر. اختار. الله. عطنا. عطنا الغرب. الغرب نعطيك الغرب سم. هذا الغرب طال عمرك جاك ان شاء الله. كنز ان شاء الله. اللوحة المخفية. حلو حلو، الامور طيبة معك يا فواز. تأخر. وشو؟ نعم وين يوخر؟ شكله واحد نشبك. شوف فواز سم. في صورة ايه حيوان. اي نعم. على اسم منتشر يعني الاسم بين هذا نفس الاسم هذا بحرف بحرف الخلاص زين بحرف الفاء بحرف الفاء. اوكي الفاء. اي نعم. اي راع للشاشه واعرف الحيوان بسرعه. بسم الله الوقت بدا. بحرف الفاء سريع مره منقط. بسرعه يا فهد بسرعه يا فواز. فهد ثبت. يا سلام عليك يا فواز، ألف مبروك، فزت معنا بمية وسبعين وريال. مبروك وتأهلت للسحب على السيارة في نهاية البرنامج. ألف مبروك لك يا فواز، شرفنا اتصالك. ألف مبروك. هو الفهد، إجابة صحيحة. ناخذ اتصال من الأردن ونقول ألو. السلام عليكم. ثامر. أي نعم. عليكم السلام يا ثامر، حياك الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. من أشكرك جدا على هالبرنامج الرائع. الله يبارك فيك حبيبي. أنت من الأردن؟ أي نعم. حياك الله وحيا الله أهل الأردن كلهم على رؤوسنا. الله يحييك حبيب قلبي. الله يبارك فيك. البوصلة قدامك. أيوة. يلا بسم الله. هذه البوصلة. أيوة. اختار جهة. الكنز قريب منك، ما هو بعيد يا ثامر. يلا الكنز. إيه الكنز؟ قريب إن شاء الله. أقول طيب أعطيني الشرق. الشرق؟ نشوف الشرق يا ثامر. على أمرك يا ثامر، نشوف الشرق. ألف مبروك، قايل لك الكنز قريب. مبروك يا ثامر، خلاص الكنز. يس جول. حلوة يا ثامر. في التسعين يا ثامر. ثامر مش ثامر، اسم ثامر. إيش؟ اسم ثامر. أنت حاطين ثامر بالسين. أنت ما تبغى الكنز؟ بلا اكيد طبعا. بلا. طيب يا تامر الف مبروك. تامر ولا ثامر الكنز. انت تامر يا تامر، خلاص الكنز خذيته. والف مبروك 300 ريال، والف مبروك التاهل للسحب، تستاهل يا تامر. نذكر بارقام الاتصال للي انضم معنا في الحلقه توه من داخل السعوديه. 7301081 هذا الرقم عندكم ظاهر من داخل السعوديه. 7301081
ومن كافة أنحاء العالم 00 88 21 6 9 00 8 9 6. هذه أرقام اتصال مباشر والإس إم إس مستمر معاكم 24 ساعة على 24 ساعة. إرسال رسالة فيها البوصلة أو سيارة أو كار على الأرقام اللي طالعة قدامكم في الشريط. إرسل رسالة تدخل فيها إن شاء الله بإذن الله على سحب على السيارة وتاخذ فرصة الفوز. ونقول ألو يا ياسر. ألو. يلا حية. حي. يلا حية شلونك؟ الحمد لله طيب. من وين تكلمنا ياسر؟ من مكة. من مكة، أهلا وسهلا بأهل مكة. مرحبا بك يا ياسر. الله يحييك. يلا يلا على البوصلة على البوصلة على البوصلة يا ياسر. بسم الله. بسم الله. أسرع يا واد، أسرع من كده يا واد. أختار الشمال. الشمال، يلا نروح للشمال ونشوف حظ ياسر. شفرة، شكلها شفرة، شفرة فعلا شفرة. ياسر عارف طريقة الشفرة؟ كيف الطريقة؟ حتطلع لك صور منشدين تحتهم رموز، تحت صورة كل منشد رمز، تحفظ صوت الرمز مع المنشد. يعني أقول لك مثلا المنشد عبد الفتاح ولات اللي كان ضيف معانا رائع في برنامج الخيمة، تقول لي مثلا دائرة كذا. طيب طيب عرفت الطريقة؟ ايوه. هيا في ناس يساعدوك عندك، ابغاك تنبرش على الصور انبراش ان شاء الله. يلا بسم الله 15 ثانية. شوف سامي يوسف 4 نقاط، ابو راتب دي، كندري ساوي، قوزع نجمة، مصعب مثلث، محمد مربع، بخاطر موجب، اسامة دائرة، عبد المجيد الفوزان ماينس او ناقص. شيل الصور يا ياسر. ياسر بسرعه بسرعه. ايوه بسرعه، دحين الوقت مره مهم يا ياسر. الكنترول معانا سريع. أيوة. يا ياسر لا انا حاسس انه في مشكله. ياسر انت معايا؟ ايوه ايوه معك. اسرع شيء بسم الله من اليسار اول. أيوة. صوره احمد بخاطر. احمد بخاطر. خلص الوقت. زايد 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 زايد. مصعب مقرم بسرعه بسرعه بسرعه. مصعب مثلث. مثلث. ابو راتب بسرعه. ابو راتب ناقص. هي الشفره دائما اللي بعده دائما تزنقنا بالوقت، دائما ننزنق بالوقت يا ياسر، واسفين منك. حاول مره ثانيه، والشفره تحتاج سرعه رهيبه. ما شاء الله في ناس جابوها من قبل كامله، لكن فعلا يبغى لها سرعه رهيبه. لكن ان شاء الله حظ ثاني وفرصه ثانيه يا ياسر، وحتجيبها ان شاء الله وانت قدها يا ياسر. نذكر مره ثالثه بعد بارقام، هذه طالع عندكم في الشاشه 7-0-1-0-8-1 هذا رقم الداخل، وكافه انحاء العالم 0-2-2-1-6-9-0-0-8-9-6. ونذكر بالرسائل سياره بوصله كار الى الارقام اللي واضحه تحت، STC 8-4227-0-3-6-2-0 موبايلي 6-0-6-2-5-8. ناخذ اتصال من السعودية، نقول الو. هلا والله سمير. ايوه انت اللي فشخت الجمجمة. ايوه والله توني تعجبني. كفو والله الحين بدون جمجمة يا سمير. طيب امورك ان شاء الله تكون طيبة. بسم الله نازل البوصلة سمير، خلينا نشوف حظه مرة ثانية. الله. عندك 3 جهات يا سمير او 4، عندك شمال غرب، شمال شرق، وجنوب شرق، وشرق ما في شرق، الشرق الكنز، 3 جهات باقي. جنوب غرب. جنوب غرب. جنوب غرب. بسم الله يا رب سترك يا رب. حلو حلو. اللوحة المخفية يا سمير. طيب هي صورة، نبغاك تتعرف على اللي في الصورة بأسرع وقت عشان نضمن المبلغ قد ما نقدر. طيب. هو حيوان بحرف الكاف. حلو؟ كيف كيف؟ حرف الكاف، حيوان بحرف الكاف. طيب. بسم الله. سريع النباح. ايجي. حرف الكاف. حرف الدق يا واد. كلب. ثبت كلب. لسه.
بالسيوم لا مستحيل لا لا مستحيل سمير لا أرجوك أرجوك يا سمير مستحيل أنت مستحيل إيش قلت يا سمير كلب قلت كلب سمعتك أنا قلت فعلا قلت كلب لكن بلغة ثانية لكن ما يخالف مبروك يا سمير على بس ما شاء الله شوف البسة كيف قاعدة ما شاء الله رافع راسها بسة طبعا هذه لابسة لبس كلب اي هذه بسة يعني عايشة برا فمتغير شكلها ألف مبروك يا سمير فزت معانا وتأهلت للسحب على السيارة الهوندا الله يوسع صدرك يا سمير يوفقك الحمد لله بس شلت الجمجمة وجاء حظك معانا المرة الثانية كويس وتأهلت للسحب على السيارة الهوندا 2011 بإذن الله نذكر بأرقامنا للسحب السيارة جوال 422 7 وزين 70 3620 موبايلي 606 2 5 8 مفتوحة الخطوط للإس إم إس 24 ساعة أما خطوط الاتصال فهي مجرد وقت البرنامج من الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة إلى الساعة 2 على فور شباب 1 و 2 أرقام الاتصال من داخل السعودية 7 3 0 1 0 8 1 من جميع أنحاء العالم 0 8 2 1 6 9 0 8 9 6 هذا أرقام الاتصال المباشر والله سعيد حظ صراحة اللي بيفوز هوندا في ليلة العيد لا هذا ما شاء الله هذا حظه ما شاء الله دعيات لأمه نقول ألو يا عبد العزيز ألو هلا أبو سعود السلام عليكم شلونك يا عبد العزيز الحمد لله طيب متحمس ولا لا إيه متحمس أبو يلا أسرع من كذا يا أبو سعود هذه البوصلة قدامك وباقي جهتين شمال شرق وجنوب شرق بسم الله أبي شمال شرق سمي أبعدي شمال شرق الشفرة يا أبو سعود الشفرة صعبة مرة وإن شاء الله نقدها جاهز؟ أي جاهز جاهز بسم الله تحفظ الرموز ها مع المنشدين ايه ايه بدأ الوقت يلا يا أبو سعود يحيى حوى موجب الهاجري يساوي 4 نقاط المصعب أيمن رمضان مثلث محمد سلمان نجمة دي عبد العزيز عبد الغني حمود الخضر المربع أسامة الصافي ماينس ودائرة المشاري العرادة والوقت انتهى وقدامك 5 منشدين تتعرف عليهم ب20 ثانية أسرع من البرق يا أبو سعود أوكي؟ آه بسم الله الوقت بدأ من اليسار محمد السلمان بسرعة المثلث مثلث أيمن رمضان بسرعة 4 نقاط مصعب مقرن يساوي يساوي أحمد الهاجري انت ضيعت 3 بلنتيات من 5 يا عبد العزيز ضيعت 3 من 5 وغالبا خلاص يعني فريقك صعبه تجيب صعبه تفوز مره صعبه احنا كنا نحتاج 3 فحظ اوفر ان شاء الله يا ابو سعود ناخذ اتصال من الاردن نقول الو يا باسل وعليكم السلام كيف حالك يا باسل الحمد لله شو اخبارك الحمد لله باسل أبغاك تفوز لو سمحت طيب طيب يلا بسم الله البوصلة قدامك وباقي طيب. جهة واحدة ما فيها جمجمة تخفش يا باسل تخفش اختارها على طول طيب. يلا يا كنترول جنوب شرق خلينا نشوف باسل ايش يطلع له ان شاء الله لوحة مخفية ايه؟ سلم والثعبان يا باسل بسألك سؤالين اوكي طيب اسمعني طيب. من التلفون او الجوال او الموبايل يلا بسم الله السؤال الأول يا باسل نشوف افتحوا له بوصل افتحوا له بوصل افتحوا الباسل بوصل افتحوا انت فايز يا باسل بإذن الله اوكي يلا افتحوا له بوصلة جديدة قراطيس الله يخليكم افتحوا له بوصلة يا رب كنز يلا يا باسل يلا يا باسل فيها كنز وفيها جمجمة بس إن شاء الله ما تطلع الجمجمة يلا يلا يا باسل بسم الله اختار جهة
هاي البوصلة قدامك في الشاشة. شمال غربي. شمال غربي؟ أيوه. يلا شمال غربي يا باسل، نشوف حظك معنا. الله يستر. نعم. لا 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 لا، عطوه فرصة ثانية، عطوه فرصة. باسل. أيوه. طلعت لك جمجمة، مبروك. لا تقفل. أيوة. لا تقفل، اصبر باسل، اصبر. ايه معايا يا باسل، طلعت لك جمجمه يا باسل. اه بنحاول. لا لا لا، بنحاول بنحاول. ايه جهه ثانيه يا باسل. ما في حظ المشكله. لا لا، في حظ، اختر جهه ثانيه. كمان مره؟ اي كمان مره. الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي. يلا. أيوة. يا حبيبي نشوف الجنوب الشرقي. يا رب كنز. شفره وين؟ ايش هذا؟ غصب يعني؟ يا جماعة بكنترول بليز، يعني شوفوا له حل. باسل حبيبي. أيوة. عندك حدا عند التلفزيون؟ ايه اه. طيب خليهم يساعدوك. طيب ماشي. يحفظ الرموز بس. طيب. كنترول الله يخليكم تساعدوه، الله يخليكم. الله يوفقكم يا رب إن شاء الله، وتصير قناتكم أحسن قناة يا رب. إن شاء الله وجميع المسلمين. طيب يلا بسم الله، يلا بدأ. يلا باسل احفظ الرموز مع المنشدين. الله أكبر. طيب يلا بسم الله، ركز في الشاشة، بدأ الوقت. عبد المجيد الفوزان دائرة. والله ودي أكتبه مساعدة اسمه غش يعتبر. كنترول فزعتكم، فزعتكم يا كنترول. داخلين على الله ثم عليكم. أنا باسل. ايه حافظ يا باسل. شفت الرموز؟ ايه انتهى الوقت. اه الحين اسرع من الريح. كنترول بليز. طيب يلا يا باسل. ايوه طيب بس الرموز لمحوا يعني تلميح بس. ار2 طيب يلا يبدا. بدينا محمد سلمان. انا سلمان. ايه يا جماعه. يساوي. يساوي مربعات مربعات مربعات. يقول اي من رمضان بسرعه. اربع مربعات. اي من رمضان بسرعه. مربع. مربع مربع. اي من رمضان. حمود الخضر. مربع. اي من رمضان. حمود الخضر بسرعه. ايش زايد؟ زايد 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 دي عبد القادر دي. للاسف يا باسل. باسل بليز عشان خاطري بس حاول مره ثانيه تتصل، وانا اعلمك في المسابقه هذه. حاولنا والله قد ما نقدر نساعدك بس الوقت ما ساعدنا. حاول مره ثانيه يا باسل وابشر بالخير ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال ثاني. اريام من السعوديه. السلام عليكم. السلام يا اريام. عليكم السلام. عليكم السلام. انت كيف حالك يا اريام؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 10 سنوات. يقول وش. طيب الحين نبغاك تفوزين معنا يا اريام. طيب طيب يلا هذه البوصله واختاري جهه ما فيها جمجمة. أريام لا تخافين، نزلوا البوصلة أريام. طيب هذه البوصلة قدامك، في كنز يا أريام، أبغاك تكفشينه كفش. شمال. شمال. يلا يا شمال جنب الجمجمة كذا، شكله حظ حلو. اللوحة المخفية. حلو يا أريام. أريام اللوحة المخفية. أريام ها هي صورة وراها حشرة تطير كذا جنحانها عليها رسمات وكذا. تطير حلوة، توقف على الورد تشفط الرحيق. ما ادري تشفط الرحيق ولا هذه من عندي. بحرف الفاء. طيب فراشة. فراشة. ثبت 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 خلاص ثبت ثبت ثبت. إجابة صحيحة يا أريام، يا سلام عليك، فزتي معانا و267 ريال. تأهلتي إلى السحب على السيارة يا أريام. ألف مبروك، تستاهليني أريام، وألف ألف مليون مبروك. ناخذ صديقة برنامج اللي أنا أنبسط لما تدق، اللي اسمها وعد من عمان. ألو يا وعد. السلام عليك. عليكم. عليكم السلام. لا هذا مو صوت وعد. نعم. أنت وعد؟ ايوه انا وعد. وعد وعد وعد. اهلا وسهلا، اسمعينا من الجوال او التلفون يا وعد. انزل يلا بسم الله، نزل البوصله.
ايوه نزل البوصله. نزلت البوصله قدامك يا وعد، اختاري. اختار يا رب الكنز. غرب. يا رب الكنز. وين؟ غرب غرب. عطوا وعد الغرب وتكفون عطوها الكنز مرة واحدة. لا الشفرة. ولي وعد. نعم. انت خبرة في البرنامج اكثر مني، انت عارفة طريقة المسابقة. والشفرة مفروض تجيبينها زي سلام عليكم شن الشربة الموية عادي. يلا بسم الله، خلي اللي عندك، خلي رعد وعهد ودعد وكل اللي عندك، خلي ميول ان شاء الله. يلا يا وعد بسم الله. بسم الله. عبد المجيد دائرة، مصعب مثلث، عبد القادر ثلاث أربع نقاط، سمير نجمة، عبد العزيز مربع، أسامة الصافي ساوي، عبد فتاح عوينات، موجب ديل، أمين حميم أصفر، بخاطر ماينس. زين كفو والله يا وعد، أنت قدها إن شاء الله وبتجيبينها. بس ما قلت يقرأ مكتوب ملفوشة ما بغي. رجعنا. شو قلتي؟ ما سمعت. ماشي بس خلاص. خلاص ماشي زين، تركزين في الصور يلا ان شاء الله. يا كنترول الله الله بوعد. ها يلا بسم الله، بدا الوقت من اليسار. يلا عبد القادر قوزع. عبد القادر قوزع اربع مربعات بسرعه. اربع نقاط حلو. أيوة. عبد الفتاح عوينات. عبد الفتاح عوينات زائد زائد. امين حميم بسرعه. امين حميم دي دي بسرعه. ابو خاطر ماينس. يا سلام يا وعد يا وعد، الله اكبر عليك ما شاء الله تبارك الله، يبتيها يا وعد 150 ريال وتاهلتي للسحب، ويدش اسمك مره ثانيه ومره ثالثه الظاهر بعد في السحب ان شاء الله. يا رب السياره تروح عمان ان شاء الله. ناخذ اتصال من السعوديه نقول الو. الو. هلا والله. الاسم ايش؟ ريف. ريف من السعودية؟ ايه. من وين تكلمينا؟ من جدة. هلا والله، كم عمرك؟ 14 سنة. ونعم والله، حياك الله. تفضلي معانا، بوصلة قدامك. هذه البوصلة قدامك يا ريف. فيها كنز وفيها برضو لوحة مخفية، صح؟ الشرق. وين شرق؟ ايوه. يلا نروح للشرق، شوف حظك معنا وشو. الله أكبر عليك يا ريف، يا سلام أخذت الكنز، الكنز جداوي اليوم وفي جدة. الله مبروك 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 يا ريف، 300 ريال 300 ريال كاملة والتأهل للسحب على السيارة في نهاية البرنامج. حظك حلو يا ريف، ألف مبروك، تستاهلين. تفضل يا نظام، تفضل تفضل. خلينا نعرف المشاهدين على النظام. النظام طبعا موجود في برنامج الخيمه، هو المدير القهوه والاشياء الحلوه. نظام تشارك معنا بوصله كنترول عادي يشارك. اي عادي، تعال وقف وقف، تعال 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 هنا. اوكي هالباي تيجي كوره تيجي كتله بيزالين. الحمد لله رحمك الله. شوف الحين بننزل بوصله زين، شوف جهه وين. اوكي نزل البوصله النظام يا جماعه، خلينا نشوف حظه. جايبنا قهوه وكذا، نزل البوصلة النظام، اكتبوا اسمه نظام من الاستوديو. نزل البوصلة، هذا بوصلة نظام، تعال تعال هنا، تعال هنا. هذا بوصلة في جهة اللي فوق يمين شوي، في تحت يسار، في تحت نو يا. ساوث ويست وفي ساوث. ايش يبغى؟ إيه. ايش يبغى؟ ساوث؟ تشوز ساوث؟ اختار ساوث لنظام. اختار الساوث نظام. جماعة لو فاز كويس. الحين هذا صورة زين؟ في نفر موجود وريني الصورة. زين؟ أنت لازم ألوم نفر هذا. إن شاء الله. منو نفر؟ يعني ممكن يعني حيوان، يمكن من أي حيوان؟ إيه إن شاء الله. هو يعني شيء يعني ممكن يركب يروح بحر، يعني يسوي سباحة زين بحر. طيب أوكي أبدأ الوقت. قارب 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 ثبت
يا سلام عليك ذو صح عنكم بالقهوة يا شيخ الكلام ثلاثة الفنجال واني معاهد فنجال في فوز يعني 246 ريال إن شاء الله. يشيل من المدير هنا شكرا يعني. شوف ما في يعطي مدير كلام أنا سوي مشكل واسد ومشكل جيب سكيورتي إن شاء الله شكرا شكرا نظام ألف مبروك يا نظام فزت معنا بقارب فاز بقارب ولا بكم قارب مو بقارب قارب فاز معنا بالقارب يستاهل نظام اللي كل يوم يضبط القهوة ويرتب أمورنا خلونا نذكر بالأرقام الاتصال المباشر على البرنامج من داخل السعودية 7301081 من كافة أنحاء العالم 02-221-690-896 وهذا حسين دق على الرقم نقول ألو يا حسين السلام عليكم عليكم السلام حسين ارفع صوتك شوي طيب يلا بسم الله هذه البوصلة قدامك يا حسين جنوب غربي شمال شرق وجنوب غرب جنوب غرب ثبت شوف حظك الحمد لله ما في جماجم ولا شيء السلم والثعبان يا حسين سؤالين حلوين يا حسين بسم الله أول سؤال يا حسين من هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة الخيارات الثلاث أم أيمن عاتكة الشيماء الشيماء رضي الله عنها ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ثبتوا الشيماء ايه ثبتوا ثبت يا عيني عليك يا حسين انا احب الثقة واحب السرعة وتطلع يا حسين ولا تنزل يا رب طلوع وهذا السلم والف مبروك يا حسين ضمنت نص الجائزة مع السحب نبغى نكملها يا حسين تستاهل انت السؤال الثاني اعطونا اياه حسين ما ينخاف عليه ان شاء الله من هو الصحابي الجليل الذي رأى المسيح الدجال ثلاث خيارات تميم الداري عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب استاذ عبد الفتاح عويات معنا الكنترول ويقول لك استاذ عبد الفتاح يقول لك ترى دائما الاول زين خليك في المقدمه دائما تميم الداري تميم الداري ثبت اي طبعا مش الدائري الداري الداري ليس الدائري نعم داري هذا داري الشرقي بريق. طيب ثبت استاذ عبد الفتاح العوينات اعطاك نصيحه وخذتها وفزت معاه لازم تعطيه لازم تعطيه نسبه يا حسين استاذ عبد الفتاح حين فرصه في جده الحق عليه الف مبروك 200 ريال لحسين والسحب على السيارة حسين مبروك يا حسين ناخذ محمد من السعودية نقول ألو ألو أهلا وسهلا ألو هلا والله أبو حميد إيه كم عمرك تسعة فين ساكن هنا بالشرقية ساكن هنا يا شيخ اكتب بالله تكتب محمد من هنا كنترول بالله تكتب لي محمد من هنا حمود نعم من أي منطقة؟ أرامكو من أرامكو واو شركة الزيت والنفط العربية طيب محمد أبغاك تفوز زين؟ يا حمود نعم أبغاك تفوز معاي طيب يلا بسم الله باقي محمد أنا من محمد السدمي محمد السدمي والله ونعم وثلاثة أنعام فيك أنت ولد نبيل السدمي صح؟ إيه ونعم والله فيكم طيب شوف الاسم طالع عندك تحت محمد من هنا حطينا لك هذا خاص لك شوف شمال شرق باقي شمال شرق يا محمد أوكي؟ اختاروا لمحمد اختاروا له شمال شرق شمال شرق السلم والثعبان يا حمود طيب؟ طيب حبيبي خليك معايا مركز وحنجيب أم الجائزة إن شاء الله نزل طيب. السؤال الأول الدونة يلا طيب أقول لكم تدرون كيف طلعوا الحمود بوصلة جديدة حمود نعم لا تخاف إن شاء الله حننبرش على الجائزة وناخذها طيب طيب حمود إيش رأيك بالجنك فود كويس كويس الجنك فود كويس يا محمد
ايه الجنك فود كويس؟ ايه بس ما نكثر منه صح؟ طيب طيب ايش رايك بالجمجمه فود؟ ايه تحب الجمجمه؟ لا حتى انا والله ما احبها. ان شاء الله ما تطلع لك ويطلع لك الكنز شوفه في الشاشه هذا ان شاء الله يا رب يطلع لك ويروح للشرقيه. طيب هذه البوصله الجديده بقراطيسها الحمود خاصه. يلا بسم الله ادونا الجهه. اي جهه تبغى؟ نورث ساوث ايست ويست؟ ها شمال شرق. شمال شرق. يلا روح شمال شرق. ايوه السلم والثعبان. ادونا سؤال سهل لحمود. سؤال على قد حمود. يقولك السؤال والله من جد على قد حمود. ما اقدم لغه مكتوبه في التاريخ؟ زين اصبر يا حمود. هل هي اليونانيه ولا الصينيه ولا العربيه؟ انتم عندكم صينيه حقت اكل في البيت حمود؟ ايش عندكم صينيه حق اكل؟ ايه ايه. طيب اختار جهه بسرعه بسرعه. الصينيه. الصينيه. ايه ثبت صينيه. ثبت الصينيه ان شاء الله يا رب صح. حمود برافو عليك. هم الصينيين باين حتى من عيونهم انه قديم اللغه قديمه كذا. ايوه يا حمود وفي المرمى. جول جول جول. 1-0. لو جبت 2-0 حيصفر الحكم وحتاخذ الجائزه كامله. ادونا السؤال الثاني حق حمود. سؤال سهل زي الصينيه وكذا مره سهل. ايش السهوله هذه؟ من اول من قطع المحيط الهادي؟ ابن بطوطه، ماجلان، قتيبة بن مسلم. تعرف ايش اسمه ماجلان؟ انت تعرف ماجلان صح؟ ايه. ابن بطوطه ما اتوقع، ابن بطوطه ما اظن. قتيبة ماجلان. ماجلان ماجلان. اثنين. متاكد يا حمود؟ ايه ثبتوا. انت كيفك، انت اللي اخترت، انت تتحمل. حمود انا لا تزعل مني لو نزلت تحت. حمود ألف مبروك، فزت معانا و200 ريال وتأهلت للسحب على السيارة. ألف مبروك يا حمود، تستاهل الكنز يا كابتن يا بطل يا فنان. ناخذ اتصال من السعودية نقول له. ليلى. ليلى اسمعينا من التلفون أو الهاتف أو ما يقال له الجوال. معك. يلا يا ليلى من وين تكلمينا؟ معك. من معك؟ اهلا وسهلا. أيوة باهل معك. ليلى من جدة. من جدة، اهلا وسهلا باهل جدة. هذه البوصلة قدامك يا ليلى. ايش باقي؟ باقي كل الجهات الا الشمال الشرقي. شمال. شمال. يلا يا ليلى ان شاء الله يا رب ما تطلع الجمجمة الليلة وما نتفشل. وما تفشلنا الجمجمة مع الناس. حلو. السلم والثعبان يا ليلى، سؤالين سهلين. أعطونا السؤال الأول ليلى. ما هي أول عملة في تاريخ الإسلام قبل الريال والسوالف هذه؟ 1 الدينار، الأوقية، أم الدينار الثاني غير الدينار الأول؟ مش معقول الخيارات. لحظة 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 لحظة. أيوة عبد الله. ها الدينار الأول ولا الثالث؟ اختاري واحد من الدينارين بسرعة. الدينار الثالث. أي واحد؟ الثالث. الثالث أكيد مو الأول. 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 لا لا لازم ثبت الأول. ثبت الأول. ثبت الأول. يب. الدينار. معقولة الدينار الثالث؟ الإجابة صحيحة يا ليلى وما عليك من الشاشة. إجابتك صحيحة. في خطأ في السؤال وحطي لك دينارين، دينار أول ودينار ثالث، هما نفس الدينارين أخوان بعض. إجابة صحيحة ونأخذ السؤال الثاني. كم عدد المعلقات؟ 10 9 23. ليلى. أيوة نعم معك. شوفين الشاشة؟ أيوة شايفتها الحمد لله. ايوه ساعدني. طيب طيب الشاشه 10 شوف. 10. ثبت 10 الليله. ثبتوا 10 ان شاء الله يا رب صحيحه.
في كرين جديد في اللوكيشن ما ادري السالفه. الف مبروك يا ليلى. والمبلغ كم يا كنترول؟ 200 ريال. تاهلت للسحب يا ليلى، الف مبروك على السياره، تستاهلين يا ليلى. نبارك لك فوزك وتاهلك للسحب ونقول الو يا ابو حميد. الو. هلا والله. الو. هلا والله. يلا حي. السلام عليكم. عليكم السلام. وين تكلمنا محمد؟ من الرياض. والله ونعم بأهل الرياض. محمد كم عمرك؟ أنا عمري 15. 15؟ 13. العمر كله إن شاء الله يا أبو حميد. يلا يا حمود هذه البوصلة قدامك شوفها. إيه طيب يلا. يلا بسم الله. الشاشة بس. يلا شوف الشاشة يا حمود. إيه طيب يلا. يلا. في جمجمة، انتبه انتبه يا أبو حميد، انتبه تكفى. أمشي ما أعرف الجهات زين ولا. الجهات يا طويل العمر غرب شرق جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب، شمال غرب. شرق 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 شرقية. شوف الشرقية. الله يستر. الحمد لله. حمود اللوحة المخفية. أوه شو. حلو حلو. في صورة يا حمود ورا هالمربعات. إيه نبغاك تعرفها. طيب هي حشرة. زين يلا. تطير بين الزهور بحرف الفاء. إيه يلا. إيه يلا بدأ. فراشة. فراشة ثبت. الله عليك يا حمود، إجابة صحيحة. 200 وريال. يا سلام عليك، ألف مبروك، تأهلت للسحب يا حمود على السيارة في نهاية البرنامج ونهاية المسابقة. وناخذ اتصال من السعودية ونقول ألو. أبو عابد. ألو. عبد الله. ارفع صوتك. ها هلا. ها هلا والله. هلا. يلا يا ابو عابد نزلك البوصلة طويل العمر. شوف عندك غرب شمال غرب جنوب غرب جنوب جنوب شرق. شمال غرب. شمال غرب. جمال غرب. جمال غرب. غرب غرب. ما عندك مشكلة خلاص. شمال غرب ثبت. شمال غرب. الشفرة. عبد الله تعرف الشفرة طريقتها؟ لا. هي منشدين، صور منشدين ورموز، تحفظ الرمز مع صورة المنشد. أصعب مسابقة، تحتاج تركيز وسرعة. طيب يلا. مشكلة مشكلة مساعدة فيها مرة صعبة، لكن نبدأ. بسم الله ركز. شوف يحيى حوى يساوي الهاجري دائرة، براتب موجب، شارع عرادة أربع نقاط، عوينات نجمة، سامي يوسف دي، محمد مربع، محمد السلمان مثلث، أوزع ماينس. سمعنا من التلفون بالذات الحين لان الوقت يمشي. اوكي عبد الله. ايه تتعرف على المنشدين بسرعه. اوكي عبد الله. اوكي اوكي عبد الله خليك سريع، لا تسمعني من التلفزيون حيروح الوقت عليك. اسمعني من السماعه. ايه طيب على راحتك. بسم الله الوقت بدا من اليسار، اول منشد بشارع عراده. اه لا انت تلفزيون. ايش؟ اربع مربعات. صح صح. سامي يوسف بسرعه. مربع. مربع. محمد سلمان. يساوي 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 يساوي. مشكلنا غلط. عبد الله نعتذر منك اشد الاعتذار، طلعت من المسابقه وخسرت معانا، لكن حاول حاول مرة ثانية وإن شاء الله بإذن الله راح يصدف معاك وراح يبتسم معاك الحظ إن شاء الله في المرات الجاية. نأخذ اتصال ونقول ألو يا عبد السلام. السلام عليكم. عبد السلام. ألو. ألو معاك. حياك الله، شلونك؟ الحمد لله طيبين. من وين تكلمنا؟ من الشرقية. هلا والله. هلا والله بأهل الشرقية. يلا حيا. خبر ولا دمام؟ لا الدمام. الدمام شكلك عند بيتنا. عبد السلام نزل البوصلة. في كنز وجمجمة يا عبد السلام. خلك حذر، انتبه لخطوتك. عندك جنوب غرب وجنوب غربي وجنوب شرق. يلا بسم الله. جنوب غربي. جنوب غربي. الله يستر منك يا جمجمة. بعويد الله من شرك يا جمجمة. ابعدي عبد السلام. الشفرة. يعني لو جمجمة يمكن أحسن.
عبد السلام. لا 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 عبد السلام. الو معك تكفى خليك سريع معي ارجوك عشان نخلص ان شاء الله. ابغاك تفوز، ابغى اهل الدمام والشرقيه يفوزون. الوقت 15 ثانيه بدت الصور. ما اشوف شيء. مجي مشارع عراده دي، جبال يساوي، عويلات اربع نقاط، سمير مربع، حمد سلمان مثلث، السعيد ماينس، نجمل الهاجري، سامي السلمان موجب، عبد الجزيل الدغاني دائره. يلا يا عبد السلام. معك جاهز نبدا؟ تعرف على الصور؟ ايه. من اليسار بسرعه. عبد الجزيل الدغاني. ايه ابدا. الوقت خلص يا عبد السلام. يساوي بسرعه. سمير. سمير مربع الوينات. اربع نقاط. محمد كله مني، انا اللي خربت عليك. يساوي راحت عبد العزيز اصلا. انتهى الوقت يا عبد السلام، نعتذر منك وان شاء الله باذن الله تبسم لك الحظ في المشاركات الثانيه. حاول ترسل SMS، حاول تتصل مره ثانيه وان شاء الله باذن الله يبتسم لك الحظ. ناخذ انس من عمان، نقول الو. السلام عليكم. انت انس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معقوله انس؟ ايوه انا انس. انت انس؟ البوصله. انت انس؟ ايوه. انت اخو وعد؟ ايوه. ونعم والله، ونعم باصدقائنا في عمان. يا هلا ويا مسهلا، هذه البوصله قدامكم. ايوه فيها كنز يلا. وجمجمه. طيب يا انس؟ وش؟ انت تسمعنا من التلفون يا انس؟ وش؟ ايوه اسمعك من التلفون. لا متاخر مره، سمعنا من التلفون والتلفزيون حتتاخر حبيبي. يلا وش؟ تختار الوست؟ ايوه وست. يلا يا وست. وست والكنز. يا سلام وست يا وست، يا سلام عليك. ألف مبروك الكنز يا أنس، ألف مبروك، ما شاء الله عليكم. أنا عندي إحساس قوي، والله أعلم اليوم يعني تونا بدري على نهاية البرنامج، لكن عندي إحساس أن ممكن السيارة تروح عمان، ممكن نسبة كبيرة، لأنه أنس زاد النسبة، وعد وعهد ورعد كل العائلة ما شاء الله تبارك الله، تستاهلون كل خير. ألف مبروك الكنز. وبعدت عن الجمجمة، مع أن الجمجمة كانت قريبة منك، لكن الحمد لله حظك ابتسم لك. ناخذ اتصال من السعودية، نقول له يا محمد. أبو حميد. هلا والله. يا هلا والله ومسهلا. مرحبتين. هلا والله. محمد من وين؟ من الدمام. حياك الله. محمد ايش؟ قول عادي قول. محمد فهد. محمد ايش؟ محمد فهد. محمد فهد الجبالي صح؟ ايه. ونعم والله ولد عمي. ايه. السمي. يلا حيه. الله يحييك. شلونك طيب؟ انا شكيت في الصوت. ايه هلا والله. طبعا بما انك اسمك محمد الجبالي نفس اسمي، فطبيعي اني ما راح اساعدك يعني. طبيعي جدا. ايه بس ما في الشفرة. لا ان شاء الله بساعدك. نزل البوصلة لابو حميد. محمد. الكنترول يقول ان شاء الله جمجمة، الكنترول عقله، وهذا ولد عمي، خليكم عقل عشان ما اي عشان ما اطلع الحين عصب اطلع. طيب في جمجمه يا محمد وفي ثلاث جهات. محمد انت لو طلعتك الجمجمه ما راح اقدر اساعدك. في جهتين محمد، في جهتين جنوب وغرب. يا ساتر. لا جنوب. جنوب وجنوب شرق جنب بعض. في بو في واحد منهم في جمجمه. حمود الله يخليك انتبه تكفى. طبعا الكنترول وده منك ما تفوز يعني ولد عمي تعرف، بس انا ودي. لا فوزني مالك منك يا رب. والله ودي بس الجمجمه ما ادري وين يا جماعه. اعرف وين الجمجمه. حمود يلا بسم الله اختار. الله يستر الله يستر. سوي كذا عقرب اقرا. قال لي عمي عند العجله ما ادري ايش. جنوب شرق. جنوب شرق.
الله اكبر عليك حمود، الحمد لله هربنا من الجمجمه. زين كفو كفو والله بعدي. تدري الكنترول قايل لي اختار جنوب؟ طيب يا كنترول والله لا اوريك، خلني اطلع من الحلقه عشان ولد عمي. طيب اصبروا يلا حمود. هلا يلا الصوره ورا المربعات. اوكي. هو حيوان يؤذن الفجر؟ ديك. ديك ثبت. خلص. الله اكبر عليك يا حمود. ديك ديك. ورغما عن الحساد يا حمود فزت 267 ريال. يعطيك العافيه. ايه وتاهلت للسحب على سياره هوندا سيفيك ان شاء الله 2011. وناخذ اتصال. مبروك ولد عمي محمد جبالي، تحيه له والعمي فهد وكل الاهل هناك. ناخذ اتصال من عمان. الو. الو. هلا والله. ألو. عهد. هي معك احنا صديقتنا عهد. ايش حالك يا عهد؟ لا مستحيل، ما اصدق الكلام اللي قلتيه مع اني ما سمعته. عهد نزلوا لها بوصله جديده. نزلوا بوصله جديده لها. بوصله جديده. طلعوا لها بوصله جديده من قراطيس لو سمحتوا. العهد تختارين. حطوها البوصله يا جماعه، نزلوا لها البوصله. عهد لا مو الجمجمه، البوصله بعد الجمجمه. العهد ايوه عطوها الكنز. يلا يلا بسم الله يا عهد، هذه البوصله الجديده. يلا عهد انت مالك حل، والله مالك حل. نورث. نورث عطوها النورث يا جماعه، عطوها النورث. يا رب مو جمجمه. الحمد لله ما يطلع في البقيه تعطيهم كلهم حد. الحمد لله. عهد لحظه لحظه عهد، انت لا تحتفلين قبل، اصبري خلينا نفوز ونحتفل. عهد سمعيني يا عهد. سامي. عهد هو حيوان يسبح كذا بحرف الفاء في الجليد دائما متواجد. ايوه. فق 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 بحرف الفق. فقمة. ثبت الفقمة. فقمة. يس يس فقمة. إيه فقمة. خلاص والله والله وصل وصلت إجابة. عهد ألف مبروك، فزت معانا بمبلغ مالي وتأهلت للسحب يا عهد للمرة ما أدري كم، والله ما عديتهم، لكن إن شاء الله بإذن الله الاحتمال كبير لكم انتم بالذات العائله الرائعه اللي نورت برنامجنا. الف مبروك لتشي عهد والانس اليوم فاز بالكنز. بعد نذكركم بالرسائل اللي بتكون معاكم 24 ساعه، تقدر ترسل اي وقت رساله فيها سياره او كار او بوصله على الارقام اللي في الشريط في اسفل الشاشه. نذكر بارقام السعوديه اس تي سي الجوال 84227 وزين 703620 وموبايلي 606258. ايضا انتهى الوقت؟ خلاص انتهى الوقت؟ طيب ما يخالف، مبروك الفاز معنا وحظ اوفر اللي ما فاز، وان شاء الله باذن الله برنامجنا متواصل معاكم يوميا على الساعة الواحدة ان شاء الله بتوقيت مكة المكرمة على قناة فور شاب 1 وفور شباب 2، وبانتظار رسائلكم طوال اليوم، وأنا إن شاء الله راح أكون شخصياً بانتظاركم غداً في حلقة البوصلة الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة. شكراً جزيلاً لمتابعتكم وتصبحون على خير. حيث المدى تاها رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجب لها حلا واكشف خباياها تحظى بجائزة ها قد رصدناها لغة مشفرة والفكر مغزاها
لغة مشفرة والفكر مغزاها.